وانبرت تسمع البغين أنغم المنار. مباهلة الشيخ محمد البراك مع الرافضي علي آل محسن. آل محسن القطيفي أنتمي إلى مذهب الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية، وأعتقد أن هذا المذهب وهو مذهب الإمامية الجعفرية هو المذهب المعتقد، أن هذا المذهب وهذا المعتقد هو الذي أدين الله به، وأعتقده هو مذهب أهل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وآله ومعتقدهم، وعلى رأسهم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وهو المعتقد الحق الذي لا حق غيره. وأيضا أعتقد أن مذهب الشيخ محمد بن سليمان البراك مذهب مخالف لمذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أبرياء من هذا المذهب. وأعتقد أن أئمة الدين بعد رسول الله له هم علي والحسن والحسين، وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري ومحمد بن الحسن العسكري عليهم السلام أجمعين. هؤلاء هم أئمتي وسادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، وهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنهم معصومون من الزلل والخطأ ومنصوص على إمامتهم، وأن من خالفهم فقد خالف الله ورسوله. وإمام هذا العصر هو الإمام محمد بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، تعال مرتضى، وهو حي يرزق. وأن هذا الذي قلته كله هو مذهب أهل البيت عليهم السلام أجمعين ومعتقدهم. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إن كنت أنا المسمى بعلي آل محسن قد جحدت حقا أو ادعيت باطلا فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله مني صرفا ولا عدلا، وأنزل علي حسبانا من السماء أو عذابا أليما. وإن كان الشيخ محمد بن سليمان البراك جحد حقا أو ادعى باطلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم المنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا محمد ابن سليمان البراك أنتمي لمذهب أهل السنة والجماعة، والمذهب العقدي الذي أدعو إليه وأدين الله به هو مذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب نبيه أجمعين. وأعتقد أن أفضل رجل في الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعده عمر رضي الله تعالى عنه، وأعتقد أن علي رضي الله تعالى عنه يعتقد
أن أبا بكر وعمر أفضل منه وأنهما أفضل رجلين في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته والذي يدعو إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويدعو إليه الأئمة قبله الأئمة الأربعة وأهل الحديث وهو مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق وما عداه فهو الباطل. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والذي يدعو إليه علي آل محسن أنه مذهب باطل خالفوا فيه الإسلام أنهم لم يأخذوه عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مفترا مكذوب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن مذهب الشيعة في الإمامة وفي العصمة أنها افتراءات وأباطيل ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان وأنها ضلال مبين. وأعتقد أن الإمام الثاني عشر الذي ينتظره الشيعة أنه خرافة لا أصل له ولا وجود له وأنه لم يولد ولن يخرج أبدا. وأعتقد أنه لا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من ادعى العصمة غيره أو نسب العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مبطل. اللهم إن كان ما أقول حقا فأيدني وانصرني واجعل وأظهر الحق على لساني واهد بي، وإن كان ما أقوله باطلا فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله مني صرفا ولا عدلا. وأسأله إن كنت كاذبا فيما أعتقد وفيما قلت إلى علي عذابا من عنده وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزمكم كالنار في وجه الضغى هيا هبوا لا تهابوا، عزمكم كالنار في وجه الضغى.